بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في فيديو جديد لمادة الكيمياء الصف الأول الثانوي. النهاردة هنوريكم حل اختبار تجربة على الباب الأول والتاني، شامل أسئلة مهمة جدا من أسئلة الوزارة الاسترشادية. بنوريك فيه طريقة الحلول بشيء من التفصيل، وطريقة التعامل مع الاختبارات الإلكترونية على نفس النمط اللي هيجي لك في امتحان الترم على التاب إن شاء الله. وزي ما انت عارف طبعا السنة دي الامتحان هيكون في المدرسة وعلى التاب، واختر. بنحاول ندربك على الأسئلة دي حسب تعليمات الوزارة كمدرسين أصليين معتمدين لمادة الكيمياء، وبننبهك ان انت مفروض الاول عشان تختار الطريق الصحيح لازم تعمل خطواتك مظبوط وتراجع مرة واتنين. وطبعا مع كثرة التدريب على الأسئلة المتنوعة هتلاقي ان شاء الله الأسئلة دي في منها طبعا أسئلة تلاقي قدامك أو شبيه بيها في امتحان الترم. دي بسيط سهل تستفيد منه، وحاول أسيب لك في صندوق الوصف الاختبار على الباب الأول طبعا، خصوصا ولو عندك أي أسئلة زي ما قلت لك في صندوق الوصف أو في التعليقات أو على مدونة مستر أشرف الهادي الفريدة على بلوجر، وتابعني في البث المباشر وإن شاء الله تستفيدوا. ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر أشرف الهادي كبير معلمين.